وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عده كفاءات في عده مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد سامر. اهلا وسهلا فيك استاذ سامر. اهلا وسهلا، شرفنا برنامجنا الاسبوعي رواد النجاح. طيب سيد سامر، نبي نعرف سيد المشاهدين مين بيكون سيد سامر وكيف كانت بدايه حياتك المهنيه. اسمي سامر مازن أسعد، أردني الجنسية، حاصل على شهادة الماجستير في جامعة أبو ظبي في إدارة الأعمال، ومتزوج وعندي طفلين. الله يحميهم لك يا رب. الله يخليك. طيب سيد سامر، كيف إجتك الفكرة أنك تفتح المشروع؟ الفكرة إجت في دار نشر تعرفت عليها، عرضت علي إني أبيع منتجاتها. فبدأت أنا أبيع المنتجات اللي هي بتصدرها من كتب ومن وسائل تعليمية. فبلشت في البداية مع الحضانات، بلشت في الفعاليات والأنشطة لهاي دار النشر. وشوية شوية كبرت الفكرة لاسم العبقري، فصار عندنا زباين كثر، صار عندنا توصيل لجميع مناطق الدولة، صار في ستاند في السيف مول، صار في مخزن باسم العبقري للكتب، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وما زلنا كمان بنطلع على أشياء أخرى لأن الحمد لله. طيب أنواع الكتب اللي بتوفرها للناس يا سامر؟ أنواع الكتب لجميع الأعمار في البداية، وهي كتب في عربي وفي إنجليزي وفي فرنسي. نتعامل مع دور نشر ومكتبات سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. طيب سيد سامر، خلينا نتكلم بما أنه إحنا في دولة الإمارات، خلينا نتكلم شوي على الاستثمار في دولة الإمارات. كيف ساعدك الاستثمار أو كيف كانت تجربتك في الاستثمار في دولة الإمارات؟ هلا رغبتي كانت العمل في القطاع الخاص في مجال الاستثمار التعليمي، ففكرت في شيء بيهتم له الناس جميعا. فبدأت من غير رأس مال بدار نشر صغيرة، وبعدين الدار صارت 2 و2 صاروا 10. وأنا من دوري هنا بشجع في هي خطوة جريئة وفيها كثير من المخاطر، لكن في دولة الإمارات هي دولة بتشجع على الاستثمار ولو حتى برؤوس أموال صغيرة جدا. وأنا شفت هذا الشيء من مختلف الجنسيات في أماكن مختلفة، فكنت أشارك في المعارض وفي الفعاليات وتحديدا في إمارة أبو ظبي. لكل إنسان يعني راحت من عندهم يعني أن ثقافة قراءة الكتب. والله في البداية مشروع العبقري بدأ من فكرة العمر الذهبي للطفل، زي ما بيقول الكاتب عبد الكريم بكار لكتابه الطفل يقرأ، بيكون من عمر 0 ل5، وفي بعض الكتب بتكون من عمر 0 ل6. فإذا أنت أنشأت الطفل ببيئة قارئة بأشياء متعلمة ومثقفة، فالطفل بيصير محب للثقافة ومحب للعلم وبتطلع على مجالات أخرى، بينما تكبر فيها هذيك الثقافة من الصغر. بالضبط. بينما إذا عودتيه على التلفزيون والألعاب فحيكون صعب عليه أنه يرجع يندمج ويحب الكتب من جديد. فزي ما بيحكي المثل، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. طبعا. خبرنا على رؤيتك المستقبلية سيد سامر. كل استثمار فيه تحدي، ودولة الإمارات تشجع على الاستثمار حتى في الظرف الصعب اللي مر فيه العالم وهو ظرف كورونا. طيب بما أنه تكلمنا شوي على فترة كورونا،
كيف كان كيف جوزت يعني هالفترة فترة الكورونا يعني كذا بالبيع وكذا، كيف يتم التواصل مع الناس؟ التواصل مع الناس بنتم عن طريق الانستغرام والواتساب. التوصيل بيتم عن طريق شركات التوصيل المتوفرة هنا في البلد. فالزبون يعني او العميل يعني عندكم مواقع تواصل اجتماعي؟ نعم. انستغرام باسم العبقري للكتب. اوكي. العبقري بوكشوب. فيها ارقام تواصل تبعكم؟ نعم فيها رقم التواصل. نعم. طيب سيد سامر، شو رسالة تحب تقدمها للناس بما انه انت فتحت هالمشروع المميز شوي في خصوصا في هذا الزمن فترة التطور وزمن متطور جدا، يعني كيف شو رسالة تحب تقدمها للناس مشان ترجع الثقافة اللي عندهم ثقافة قراءة الكتب؟ والله في البداية هو المشروع أصلا كان قائم على فكرة العمر الذهبي للطفل، لأنه العمر الذهبي للطفل من اللي هو بيكون من 0-5 أو في بعض الكتب من 0-6 هو أهم عمر لتنشئة الطفل. فإذا أنت عودته على القراءة فبيطلع جيل قارئ، بيطلع الطفل قارئ، بيطلع محب للقراءة. بينما إذا عودته على الألعاب والتلفزيون فهذا بينقص من إمكانياته وبيخلي موضوع القراءة شوي أصعب. سامر، احنا بتكلمنا شوي على انواع الكتب وكذا، فشو هي الفئه المستهدفه لقراءه الكتب؟ الفئه المستهدفه الاكثر هي فئه الاطفال. فئه الاطفال، وخليني اقول تقريبا ما بين عمر 0-10 سنوات. هذه الفئه بنوفر لها كتب بالعربي وبالانجليزي وبالفرنسي. بنحاول نختار كتبنا على حسب معايير معينه، الا مثلا يكون معتمد من دائره معينه او حصل على جائزه معينه. أوكي. او يكون مترجم باكثر من لغه. فهذه الكتب دائما بتكون ملفته للنظر. بنحاول برضو نجيب كتب تفاعلية للطفل اللي هو يستمتع فيها بالقراءة. يعني انتم مركزين اكثر على فئة الاطفال يعني. نعم. اوكي. فئة الاطفال. في بعد في فئة الكبار يعني. في فئة الكبار. أوكي. وفي مجموعة يعني في مجموعة كبيرة من الكتب للكبار موجودة بنوفرها. من كتب تنمية، من كتب تاريخ، من كتب اقتصاد، على حسب الموضوع اللي الشخص بيرغبه. طيب أستاذ سامر، شو الشيء اللي بيميزك عن باقي المنافسين إلك في هذا المجال؟ اللي بيميزنا إنه إحنا بنجيب الكتب اللي هي من دور نشر كبيرة، من دور نشر عالمية، سواء للأطفال أو سواء للكبار، ذات قيمة وجودة عالية، جودة عالية من حيث المعلومات ومن حيث الجودة للكتاب نفسه. وبيميزنا كمان إنه بنحاول قدر المستطاع إنه نلبي جميع مطالب الناس او جميع فئات المجتمع. الاسره والطفل. الاسره، الطفل، الشباب، الكبار، للجميع. طيب سيد سامر، بما انه احنا في دوله الامارات فاحنا بننعم بنعمه الامن والامان في دوله الامارات، شو تحب تقدم رساله شكر لشيوخ حكام الامارات على هذه النعمه؟ في البدايه بوجه شكر للاستضافه الكريمه. وكذلك بوجه شكري لكل من يدعمني في دوله الامارات كشيوخ وكحكام وكأهلي وكزوجتي. وبشجع كل الشباب انهم يبادروا في عمل شغل خاص لإلهم، او وخاصه العاطلين، حتى لو بربح مال صغير مثل ما خبرتنا قبل شوي، حتى لو بربح مال بسيط جدا. لانه في البدايه انت لازم ما تفكر بالربح. فكل بدايه بدها صبر، وبعد الصبر ان شاء الله بتنول النجاح. وبشجع كثير الأشخاص العاطلين عن العمل إنهم يفكروا ويبدأوا بمشروع جديد علشان يستثمر وقتهم بإشي كويس. وإن شاء الله يا رب الله يبارك لهم يا رب. إن شاء الله هذا أكيد بيرجع القيادة رشيدة في دولة الإمارات. طيب سيد سامر، الختام بتقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك أو إنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية.
والله رسالة شكر إلى زوجتي مريم، هي أكبر داعم من البداية، وهي كانت مشجعة للفكرة من بدايتها وتحملت صراحة معي كثير من الأمور. وكذلك بوجه شكري لأهلي اللي برضو ما زالوا في كل يوم بدعولي وانصحوني وبدعموني في كل السبل الممكنة يعني. شكرا لك سيد سامر، وإن شاء الله توصل رسالة شكرا على بقبالنا نجمع الوقت النجاح. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنين. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.